جبت شي زوار دار راسو يعنقني دار لي هكا دوز يدو مورا حنكي وجبت لي وجهي. انا ما عرفتش واش راه ضربني، باقي كنهضر معاه عادي، كنهضر معاه وانا كنضحك. خارجة باش ندخل الطواليت باش نغسل وجهي، كنضرب في وسط المراية، بقيت كنضحك بقيت كنضحك كنضحك وكنغوت كنغوت وكنضحك. جيبي الله، راه هاديك الشيء واش كنعلم؟ البارح كيقول لي عيط لي، قال لي شويتك ياك، قال لي شويتك، شبالك دمرتك خسرتك. بغيتهاش هادشي، كنت كنشوفو غير فيسبوك، كنت كنشوفو، ما عمري كنت كنتوقع انا يوقع لي انا بحال هادشي هذا. قلتي انا كنت مزوجة بواحد السيد، جا وقلنا مشكل، ما عرفتش انا المشاكل اصلا ما عرفاش علاش طلعها، انا المشكل ديالو معايا انا ما عرفاش علاش طلعها. سيد موسوس مريض، خرجت كيتبعني عامين، دابا عامين كامله داز الدمار هكا، كنقول ماشي مشكل، ما خليت هرس السبب ديالو، ما خليت بزاف د الحوايج اللي طراو بسبب هكا، كنت كنقول ماشي مشكل. مشيت بحالي وليت عاود رجعت سالينا، وليت عاود رجعت له بقاو العائله، وليت عاود رجع، قلت نكمل ماشي مشكل نصبر. وليت رجعت مع وقلك اصلا كيبغي البنيته وعنده عزيزه وربع عليها الكبده وعنده البنيته هي عارف شنو، ماشي مشكل، ما نضيعهاش ما نحرموش. رجعت منها، رجعت من ديك البنت. الايام هذه تقريبا المشكل وقع من العيد الكبير، كيجي وكيمشي، كيجي وكيمشي، كيجي وكيمشي. رجع هاد الايام هادي مورا العيد، تناقشنا، كنت طلعت انا لطنجه، كان عندي شي شغل في المحكمه، طلعت لطنجه تناقشنا انا وياه في التليفون، لقيتو مصيفط شي فيديو ديالي لصاحبتي، تناقشنا انا وياه ماشي مشكل بيناتنا، شي سر بيناتنا، صيفطو لصاحبتي شي اسرار ديالي، صيفطو لصاحبتي، شبر التليفون انا ديال صاحبتي على غفله كنلقى الفيديو تما. صافي عيط له، قلت له صافي انت ماشي راجل، ما رجعش لعندك، عمر انسان اللي كيعاود الاسرار ديال الدار ديالو ديال مراتو ماشي راجل، لا قال لي كذا وكذا، صفقوا عائلته كيرغبوا عائلتي. رجعت لعندو عادي، دوزنا مور هذيك يومين خرجنا للزنقه نتسخروا، نهار العاشور دابزنا انا ويا في الزنقه، صافي مشيت عاود رجعنا للدار، بقى كينقر، صافي هبط هو بحالو، مشى جمع الحوايج ديالو ومشى بحالو للدار ديالو. انا صافي حتى انا خرجت مشيت سافرت، مشيت لعند العائله ديالي، مشيت لعندهم صافي، بقى كعيط في التليفون، قلت رجع انا ندير، قلت صافي نسالي انا وياك نسالي وصافي، انت ما تصلح لي شي وما ديرش عقلك. قال لي لا غير رجعي. عيط لخاي في اسبانيا، بقى كيرغب خاي، كيقول له خاي عادي انا مزاوج، لما رجعها انا ما قدرتش نعيش بلا بيها، ترجعوا عندير انا الطرف ديالك نتمشى فوق منه، انا ندير ترجع. قال له خاي لا ما ديرش عقلك، قال له لا غير رجع، عيط لي خاي، قال لي ما هنا ترجع لعند راجلك. هو مشى دا العائله، مشى سرق العائله للوالده وداها لها، قال نخرج للحانوت وداها لها. ثلاث ايام العائله كتبات في الجرده عريانه، انت عارف المشكل اللي عندها العائله مريضه، ثلاث ايام العائله لا ليكوش لا حتى شي حاجه، كيفات فيها في الجرده. بقيت صابره صافي، وليت جيت، قال لي رجعي، عيط على خايجه خي، قال لي رجعي بحالك للدار. قلت له لما هرجتك انسان ما كتعرفوش انت شنو كيسوى، قال لي لا غير رجعي على حسابي، لا دار شي حاجه نقطع الطياره من غدا نصبح معك في المغرب، غير رجعي بحالك. بقى كيسبني خاي، رجعي، قلت انا غنخسر خاي لا ما رجعتش، غنخسر خاي وخاي، قلت له انت ما غاش ترجعي وانت كذا صافي. رجعت على وديت خاي، عيط له عاوتاني، عيط لي خاه ومو كلشي كيعيط، الوالده ديالي صافي. رجعت جيت وصلت ماشي الوحده د الليل، وصلت لسوق الاربع، عيطت له في التليفون، قلت له انا في سوق الاربع ما جبرتش الطاكسي، قال لي نجي موراك. شاف خاه الطونوبيل ديال صاحبو وجا مورايا، جينا لهنا للدار ديالو معادي،
ما كاين حتى شي حاجه. بيت مزيانين، الصباح نوض نخرجنا مشينا تسخرنا، مشى معايا في العشيه كذلك خرجنا تعشينا في الزنقه، ما كاين حتى شي حاجه. في الصباح نوض بكري، في الصباح نوض كيهضر معايا كيتبتني عادي، نوض خمسه شره جي زواره جابها في صخره في جيمو، كيضحك معايا عادي كيهضر معايا. فقد جبرت واقف لي فوق راسي، قلت له مالك مشيتيش للخدمه؟ قال لي انا الخدمه ديالي خسرتها. قلت له علاش؟ قال لي خسرتها. جا قال لي غنضربك. صحاب لي واش كيضحك؟ صحاب لي واش كيضحك معايا؟ ما صدقتش اش هيضربني، ما تيقتش. جا جبد جي زوار، دار راسو يعنقني، دار لي هكا دوز يدو مورا حنكي، وجبد لي جبد لي وجهي. انا ما عرفتش واش راه ضربني، باقي كنهضر معاه عادي، كنهضر معاه وانا كنضحك. ما تيقتش حيت ما حسيتش. ساعات لي ضربني وانا باقي كنهضر معاه، حتى لواحد هذيك اشوف جزوره في يدو واش هيضربني، لقيت ما حسبليش انا مضروبه، لقيت بيدي هكا جاتني الضربه هنا، يدي لقيت بيدي هنا جاتني الضربه. قلت كان جوب عاد الدم كيهبط لي، بديت كنغوت. طلعت خطو، طلعت الجاره ديالهم، طلعوا لعندي جبروني مضروبه خارجه باش ندخل للطواليت باش نغسل وجهي. كنضرب في وسط المرايه، بقيت كنضحك، بقيت كنضحك، كنضحك وكنغوت، كنغوت وكنضحك. جيب لي الله، راه هذيك الشيء واش كنعلم ولا كنضحك؟ انا ما عرفتش شنو وقع لي. بقيت كنضحك، بقيت كنضحك وكنغوت، كنضحك وكنغوت حتى طحت. جا خاو با جبروني طيحه، عيطوا لامبيلونس داوني، مشيت فاقده الوعي. داوني السبيطار، كنا يصيفطوني لطنجة باش يخيطوا لي وجهي، ما بغيتش. قلت يصيفطوا لي السبيطار ديال الدولة يفسدوا لي وجهي كثر ما هو تفسد. مشينا للكلينيك، طلبوا الخا ما عرفتش شحال، طلبوا له 4000 درهم صافي. جاو غير باش ما يبقاش ناخور الدم وهادي، صافي باش ما ندخلش الريح سدوها لي. انا بغيت شي جمعيه ولا بغيت شي محسنين ولا شي هادي، بغيتهم يعاونوني ويدخلوا ويشوفوا من الحاله ديالي ومن حال وليداتي. عندي جوج بنيتات وانا اللي خدامه عليهم، اش غدمرني؟ كنحسب راسي خرج لي على حياتي، خرج لي على حياتي وخرج لي على عائلتي، حتى عائلتي جرو عليا من الدار. هادي 3 ايام وانا في الزنقه، كنت مع الدار ديالي، بقى كيهد الدار ديالي، بقى كيقول لهم الا جيتوا لقيتها تما غندبحكم وغندبحها وغندير وغندير. ديك نهار يتوه باقي هربان، باقي هربان وكيهددني، كيقول لي باقي على خسرك وعلى خسر بنتك، عائلتك كامله ندمرها لك. هو ديجا ضربني، ديجا ضربني، ديجا تهرس، كنت تهرس من ظهري ومن رجلي، ودرت له التنازل ودار لي التي. رجعت ما عرفتش شنو اللي خلاني نرجع عنده. حتى الانسان ما شفت منه حتى شي حاجه اللي مزيانه، حتى شي حاجه اللي شفت منه غير قبيح. انا ما خليت ما درت معاه، لكن انا شفت منه غير قبيح، رزاني في وجهي ورزاني لوليداتي. انا عندي جوج بنيتات، رزاني، كنحس براسي انا حياتي ضاعت اكثر مني كانت معاه ضايعه، ودابا زادت حياتي ضاعت. البارح كيقول لي عيط لي، قال لي شويتك ياك، قال لي شويتك، شبان لك دمرتك خسرتك. كنحس براسي ما كنتمشاش فوق الارض، كنتمش محسه براسي عقلي ماشي معايا. فكرت في انتحار هذيك النهار، بعد النهار اللي تضرب ديك الساعه، كل ما طحتش كنت توقع لي شي حاجه، كل ما غيبتش كنت دابا كنفكر فشي حاجه، كنفكر فشي حاجه ندير ماشي الحل، ولكن كتخرج انا غير هكا كنخرج، كيبقاو الناس يشوفوا فيا، كيبقاو الناس كيكونوا جالسين الناس قدام القهوه ولا الدراري جالسين ولا الناس ماشي في الشارع، كيبقاو يطلعوا لي على وجهي. كنبقى نبكي غير بوحدي، كنبقى كنجيني واحد الحاله كنبقى نهضر ونغوت غير بوحدي في الزنقه. انا عمر الزنقه ما بت فيها، عمري ما بت في الجرده في الزنقه، السبب ديالو هو هي. هادي 3 ايام وانا كنبت في الزنقه، انا بغيت، انا بحكم بغيت نرجع، بغيت نجمع داري، بغيت نتوب، بغيت نجمع وليداتي، بغيت نرجع لداري، بغيت نشوف حتى انا نكون بحال الناس اللي مزوجين، بغيت لكن ما عرفتش كيفاش وقع لي هادشي هذا. خايفه دابا يتلاقاني وباقي كيهددني، باقي مازال كيهددني. خطوه بقيت كن ماشا، وانا كنت لفت مورايا ماشي، وانا كندور مورايا ماشي، كون دابا يتبعني دابا يكون مره، بقيت ماشي ما كنتحركش جوج خطوات بالطاكسي. انا بقيت كنفكر في الانتحار، بقيت كنفكر بزاف د الحوايج خايفين. الله يكون معك. ما نقدرش نقعد نزلق ويشوفوني الناس هكا، ما بقيتش كنقدر نتحمل. انا كنطالب محسنين يعاونوني نصلح وجهي. انا مزوقه فيكم، حسبوني بنتكم، حسبوني اختكم، حسبوني اللي بغيتو، عاونوني. انا مزوقه وجهي وفوق كل شيء، وجهي وبيه خدامه على وليداتي، راه انا اللي خدامه على جوج البنيتات وعلى الوالده ديالي، انا اللي خدامه عليهم.
انا ما نتحملش هذيك الكلمه ديال وجهي مخسر. ما بغيتهاش هذا الشيء. كنت كنشوفها غير في فيسبوك، كنت كنشوفها مع عمري كنت كنتوقع لأنه يوقع لي انا بحال هذا الشيء. هذا 07 04 34 78 58. هذه هي نمره التليفون ديالي. اللي بغى يتعاون معايا الله يرحم الوالدين، الله يسهل عليكم، حسبوني بنتكم، حسبوني اختكم، حسبوني كيما بغيتو. الله يرحمكم الوالدين.